من الإخوة للأسف الشديد، أليس كذلك الأستاذ مادي؟ والله هي كثير من العائلات تفرقت وقطعت علاقات بين الإخوة وبين الأعمام والأخوال على جال هذه مشكلة الميراث، لكن يبقى شيء مهم جدا لابد أن نتطرق إليه أيضا هو الجانب الإداري. فلما نشوفوا مسألة معقدة كما تاع الميراث اللي فيها بحث في أصول الملكية وفيها الأفوكا وفيها الجرية يعني كبيرة، سواء كان عقار تجاري أو ساكن أو قطعة أرض أو أموال، فنشوفوا أمثال هؤلاء الضحايا. نعم. أغلبهم ما يقراوش وما عندهمش ثقافة قانونية، لما يروح مثلا وتلقاهم فقراء، نعم، يروح مثلا يخرج ورقة، يروح مثلا يدير عارضة، وسمح لنا المحامي على كل حال، لكن عارضة هذيك تتحط ب40,000 يخلص عليها 4 ملايين، ومدى يزيد يقولوا زيد 6 ملايين، وإلا كانوا عائلة ما يقدروش يخلصوا فواش راح يديروا؟ راح يتنازلوا على حقهم. وأيضا لما يروح للقضية تضرب 5 سنين 4 سنين 6 سنين كان يضرب يعني طول، ولما طول إنسان ما يقدرش يتابعها. ولهذا عدم وجود يعني نقولوا إدارة خاصة لتنفذ هذه الطلبات وهذه الأمور بسرعة وبأقل تكاليف. نعم. ووجود سيخ أخرى لتراعي ظروف الناس هذو الفقراء وكذا، لأنهم خاطش أغلبهم فقراء. فقراء، نعم. فهمتني في كوراهي؟ فيجهلون يعني القانون وأيضا ما عندهمش الإمكانيات. فنسيبوا الناس فقط في معينة لاسترجاع الحقوق اللي عندهم الأموال وعندهم النفوذ. نعم. ولهذا يقدر يمشي يصالحوا. وهؤلاء الذين يستغلون ظروف هؤلاء على باله بلي كي يروح يشكي هو يقول له قولوا راح تشكي يدير حقوق وراح تشكي. نعم. على بالو بلي هي مسكينه ما تقراش، وعلى بالو بلي ما عندهاش النفوذ وما عندهاش ايضا الامكانيات، ولهذا تمشي شهر شهرين 3 شهور وما تعجز. نعم. تعجز. نعم. وكاين ناس ما يحبوش المشاكل، ما يحبوش كذا، كاين، وبالتالي فهذا الميكانيزمات هذه وطول الاجراءات والتكاليف تاعها اللي تخلي هؤلاء يستغلوا هذه الثغره ويطغوا على العائله وبحجة وعنده أموال وعنده نفوذ وعنده هذا الشيء. نعم سيدي. السيد بن عزوز، في ظل هذه الصراعات والمشاكل الأسرية حول الميراث